شوفوا هذا مسجد والمسجد الثاني هذا هو. قصة المسجد هذا الحين بخبركم. في زمن الحروب اللي بين السحرة في بهلة ونزوة، في ذاك الزمان كانت فيها تحديات، وأنا سبق وقلت عن هذا الكلام إن في تحديات بين نزوة وبهلة بين السحرة طبعا. فكانت هناك ثلاث مساجد موجودة في نزوة، ولاية نزوة، ونحن الآن وين؟ في ولاية بهلة. فليلة من الليالي أهل نزوة قاموا على أساس يصلون الفجر، فما لقوا مسجدين، وين راحوا المساجد هذيلة؟ يابوهم بهلة. هذه القصة قصة واقعية، وحتى أهل عمان أدرى بهذه القصة، وحتى أهل بهلة ونزوة يدرون عن هذه القصة، التحديات اللي كانت تصير بين السحرة مثل ما قلت لكم. لكن أهل بهلة، السحرة اللي في بهلة تحدوا السحرة اللي في نزوة ويابوا المساجد هني. جماعة شفتوا المساجد؟ هاي المساجد، لكن تشوفون اليبل اللي هناك، هذيك المنطقة اللي يسمونها الخبة. الخبة تشوفون اليبل، خلف اليبل ماشي طريق للسيارة طبعا، الواحد إذا يصعد ويصير المنطقة هذيك ما لا رجعة، ويقولون جارنتي بعد. أبو خالد؟ إيه ميتين ميتين. لأن يا طويل العمر يقولون قبائل، معظم قبائل جن حاليا ساكنين. حتى كنا البارحة نكلم ريال قال المنطقة هذه حتى في النهار خطرة، الواحد ما يقدر يسير إلا لأنه إذا دخلت الرجعة صعبة تكون. كيف يتوهونك ما يخلونك تدل الطريق؟ لأن الطريق هذا ما تروح بسيارة، مشي تصعد ليبل وغيره وغيره. فهاي هي الخبة. نحن ما نقدر حتى بالنهار نسير، حتى أبو خالد يقول لي ما نقدر نسير بالنهار لأن هناك بتصيح اللعبة فيه. قبائل الجن تسكن هنا. حتى إذا سألتوا وقلتوا إذا سرنا بالهليكوبتر فوق وشفنا، ما بتشوفون لا بيوت ولا بتشوفون بيوت قبائل ولا غيره، ما بتشوفون هالشيء. العالم هذا عالم خفي، يرونا لكن نحن ما نقدر نراهم أبدا، ما نقدر نشوفه. يعني انت الحين ممكن تدخل هني في البدايه، بس بتصادف اشياء، يذوك يطيحوك يرموك بحصى يحسسوك، فاذا انت كبرت الموضوع فاذا انت عانت وكملت، يعني بيسووا لك اي شيء عشان تتراجع عن هذا الشيء، صفعة مس، يعني يلعوزوك في البدايه هذا. يعني يمكن انت شخص غريب ما تعرف عن الموضوع، فهم يعرفوك ان هالمكان محظور، فلازم يعطوك هذه الاشارات، فاذا انت عانت هذه